في البداية مريض سكر أو ضغط ما بيتابعش سمعه كل 6 شهور، ده إيه؟ ده بنديله كارت أصفر يعني بنحذره، لأن مرض السكر بيأثر على الأوعية الدموية، بيأثر على الأعصاب، ممكن يعمل ضعف سمع، ممكن يعمل مشكلة في الاتزان. الضغط كذلك نفس المشكلة، ممكن يعمل طنين، ممكن يبدأ الضغط يظهر صور صفارة في الودن، يجي بعد كده يكتشف ان ضغطه عالي. الضغط بيسموه القاتل الصامت، يعني ممكن يسبب للانسان لا قدر الله نزيف في المخ او تحصل جلطه وهو مش داريان ان ضغطه عالي اساسا. فمريض الضغط، مريض السكر، لازم الضغط يبقى مظبوط، لازم السكر يبقى مظبوط، ما يلجاش لطبيب امراض السمع والاسنان قبل ما يحقق الطلبين دول، ان هو يظبط الضغط ويظبط السكر. طبيب امراض السمع والاتزان هيضطر بعد كده يعالج الاثار بتاعته. لكن لو انت مريض بالضغط او السكر، طب انا بنصحك وبدي لك الكارت الاصفر ده علشان تتابع السمع بتاعك كل 6 شهور. حلو قوي. لان انت في بيسموها في مرحله خطر، فلازم نتابع بانتظام زي ما بتروح لدكتور العيون وانت مريض سكر عشان تتابع وتطمن ودنك في نفس الموضع الخطر ده، ولازم تطمئن عليها دوريا. يعني مريض الضغط او السكر لازم يبقى فيه متابعه كل 6 شهور، واحنا بنديله كارت اصفر خصوصا ده السكر ليه؟ بيبقى معاه ضعف في المناعه كمان، فبتحصل التهابات كتير في الاذن الوسطى، في الاذن الداخليه. اوكي. بيحصل التهابات في الاذن الخارجيه، فمحتاج عنايه خاصه بالنسبه للود. طيب ندخل